السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في فيديو جديد نتحدث فيه عن دفن الموتى والدروس التي نتعلمها. بداية نقول السلام عليكم أهل الدار، أنتم السابقون ونحن اللاحقون. هذا الهدوء الأبدي لا يقطع إلا صوت العصافير، وإن شاء الله الملائكة. نستمع إلى صوت العصافير وهذه الطبيعة الرائعة ونحن وسط المقابر. السلام عليكم أهل الدار، أنتم السابقون ونحن اللاحقون. تحفل آيات القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بكثير من الدروس النافعة التي تحمل للإنسان الخير والسعادة في دين ودنياه، ولكننا ننظر حولنا فنرى أن ما يصنعه بعض الناس أو بعض المسلمين بعيد كل البعد عن تعاليم الإسلام وتوجيهات القرآن الكريم والرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. ومن الدروس التي يجب أن نتعلمها دفن الموتى. يا سادة، كان في بداية الخلق كان هناك صراع بين هابيل وقابيل الأخوين. قام قابيل بقتل أخيه هابيل، وهنا بدأت المأساة، مأساة قابيل وحيرته بعد قتله لأخيه هابيل. ماذا يفعل بجثته؟ أيتركها في العراء أم يلقيها في البحر أو النهر إلى آخره؟ وهنا يأتي الدرس الإلهي للإنسان. هابيل أو القتيل على الأرض، ماذا يفعل الإنسان بموتاه، أو ماذا نفعل بموتانا؟ وما نشاهده هذه مقابر المسلمين، وطبعا للإخوة الأقباط مقابر ولليهود مقابر، أصحاب الديانات كلهم يحترمون الموت أو يحترمون، نعم، يقوم الجميع بدفن موتاه، لأنه لابد من دفن الموتى في باطن الأرض، سواء كان هذا الميت إنسان أم غيره. يا سادة، لو ترك قابيل جثة أخيه هابيل في العراء، يقول العلماء لا، إذا تركت أي جثة في العراء فإنها تتحلل وتلوث الهواء وتفسد البيئة، ولو ألقيت هذه الجثث في البحر لتحللت وتلوث الماء وقضي على الأحياء التي تعيش في الماء، ولو كان ماء عذب كماء النهر أو غيره لفسد هذا الماء الذي يعيش عليه كل كائن حي، وخلقنا من الماء كل شيء حي. هل عملية الدفن تنطبق على الموتى من جنس الإنسان فقط؟ العلماء يقولوا لا، بل ينطبق الدفن على الإنسان والحيوان والطير، ولذلك كان الدرس وافيا، فقد بعث الله غرابا ليحفر في الأرض ويدفن أخاه الغراب الميت. فالمولى سبحانه وتعالى أراد أن يكون الدرس على يد غراب، على يد جنس آخر غير جنس الإنسان. والآن مع القصة والدرس من خلال آيات القرآن العظيم، يقول الله سبحانه وتعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه.
قال: يا ويلتي، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ فأصبح من النادمين. سورة المائدة آية 30-31. إذن عملية الدفن أو إكرام الموتى في دار الآخرة هذه من المتوارثات الدينية التي توارثناها. إذن تحدثنا عن أهمية عملية الدفن للإنسان ولجميع الكائنات الحية. نشكركم ونشكر حسن المتابعة، ونقول لسكان هذه المقابر: أنتم السابقون ونحن اللاحقون. لا إله إلا الله، سيدنا ونبينا محمد رسول الله. نشكركم ونشكر حسن المتابعة، وأستكمل مع حضراتكم يعني هذا المنظر، يعني سبب لي الألم. حقل القمح هذا يكاد يخلو من القمح، فالعصافير التي في الأشجار التي فوقنا قامت بالتقاط القمح. هكذا هكذا تمت إفراغ السنابل من القمح بهذا الشكل، السنابل كلها فارغة من القمح. طول الحقل وعرضه السنابل فارغة من القمح. طبعا ذكرنا بسبب العصافير والطيور الموجودة في أعلى في هذه الأشجار. كلنا نستمع صوت العصافير أو الطيور التي هنا. طبعا هناك طرق متعارف عليها لمكافحة العصافير، أو على الأقل لإبعاد العصافير عن حقول القمح. تذكرنا منها خيال الحقل، وهناك بعض المزارعون يأتي بما يسمى العواكس. هذه العواكس مع ضوء الشمس تعمل عاكس تخيف العصافير. إذن حقل القمح يعني يكاد يكون لا توجد به حبوب قمح، وإن شاء الله في وصف الفيديو سنعطي معلومات عن مكافحة العصافير. هذا ما لدينا، نشكركم ونشكر حسن المتابعة، وإن أعجبكم الفيديو رجاء الاشتراك في القناة لدعمنا، وشكراً.